استضافت مصر فعالية الملتقى العربي 12 للإعلام السياحي خلال الفترة من 26 من فبراير إلى 2 من مارس 2020 بمشاركة 14 دولة عربية وبرعاية الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار. وقد شارك 40 من ممثلي الصحف ومنصات التواصل الاجتماعي بهذا الحدث العظيم. وقد انتخب أعضاء مجلس إدارة المركز الزميل الإعلامي حسين المناعي من الإمارات كرئيسا للمركز، كما أشار الدكتور سعيد البطوطي المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية ونائب رئيس مجلس الأمناء لأهمية دور الإعلام المؤثر لنقل صورة إيجابية لدعم السياحة بمصر نظرا لتوفر كافة أنواع السياحة وبالعديد من المعالم والمتاحف المتنوعة. وأضاف أنه تم مؤخرا في منتصف العام الماضي تأسيس مجلس أمناء للمركز من أجل تفعيل دوره وتنظيم العمل وتنسيق بين المؤسسات السياحية والإعلامية والأكاديمية في الدول العربية والمنظمات والهيئات السياحية الدولية لتنظيم ورش العمل والدورات التدريبية والبروتوكولات الخاصة بالتعاون الثنائي وبحث كافة القضايا المتعلقة بالسياحة في الدول العربية ودعمها. وشهدت الفعاليات هذا العام لأول مرة تكريم الرواد الإعلاميين والسياحيين مثل اسم الراحلة الإعلامية جانيت فرج كمقدمة أول برنامج تلفزيوني سياحي في التلفزيون المصري خمسة سياحة. هي كانت بتشتغل في التلفزيون المصري وكانت بتقدم برامج كتيرة، منها برامج سياحية ومنهم خمسة سياحة طبعا اللي اتعرض لمدة 36 سنة، واتكلمت فيها عن معالم مصر وعرفت الناس والسياح بكل الأماكن السياحية اللي ممكن تتزار وعرفت ناس كتير قوي بكل حاجة في مصر. وعدد من الإعلاميين والكتاب السياحيين المتميزين وإطلاق أول جوائز للتميز السياحي في مصر، وتضم فئات الإعلام السياحي والشركات والهيئات والشخصيات المؤثرة في مسيرة قطاع السياحة المصري. وكان لفريق عمل برنامجي بلا طيبة ومصر قريبة نصيب من هذا التكريم، وذلك تحت راية شاشة التلفزيون المصري.